الأخطاء الطبية هو موضوع يبيع كما نقوله في الجارجون بتاع الإعلام، يبيع كسائر المواضيع اللي يتحول فيها المؤتمن على شيء ما، المال، الصحة، السلطة، الأطفال إلى منتهك له. الشمال البسيكولوجي بتاع الإثارة واضح في المواضيع هذه، وهذا اللي يخلي المواضيع هذه كما الخطأ الطبي ومسؤولية الأطباء لا يتم تناولها عموما من قبل الإعلام بعمق، بل باللجوء إلى آليات الإثارة باستعمال العناوين متاع القصة العربي وبعدما التحقيق الجدي لفاكت شيكينج في الواقع المطروحة من قبل مدعي الضرر قبل النشر. مما زاد طينا بلا هو دخول شبكات التواصل الاجتماعي على الخط السنوات الأخيرة لتناول هذه المواضيع الحساسة من قبل كل من هب ودب، دون الحديث عما يسمى بالأستروتورفينج اللي ولا حاجة درجة يسر في العالم الافتراضي، واللي هي تقنية متاع بروباغندا يتم استعمالها في المواضيع اللي تهم الرأي العام لخلق نوع من الانطباع الكاذب عن وجود اتجاه عام ما في الرأي العام. الأسبوع هذا في تونس لم يخلو تناول ملفي جابس وسوسة من هذا الطابع الإثاري الذي أدى إلى إصدار بطاقة إيداع في مرحلة أولى ضد الطبيبين المباشرين. أنا واحدة من الناس ما نعتبرش أن الأطباء فوق كل محاسبة، وأنا نعتبر أنه من الأساسي أن يحاسب الطبيب على أخطائه، ولكن أن يصبح القضاء كما رينا في الملفات هذه نوع من الناطق الرسمي نتاع ما اعتبره لفوكس بوبولي اللي استقاها على الفيسبوك، فهذا هو الخطر. إذ بربي ما هو الخطر اللي مثلوا هؤلاء الطبيبين للالتجاء إلى إلقائهما بالسجن في استعمال الإجراء نورمالمون استثنائي هو إصدار بطاقة الإيداع؟ السؤال يصبح أكثر إلحاحا كيف نتفكروا زيدا اللي احنا في بلاد ناس فيها عندهم شبهة مشاركة في الإرهاب يجيوا يبحثوا في حالة سراح، وإلا ما يبحثوش جملة بل يجيوا يفتيوا في مقام الإرهاب في البلاتويت متاع التلفز. تحميل المسؤوليات واجب، وعنا في تونس الآليات القانونية الكفيلة بالإحاطة بملفات الأخطاء الطبية. صحيحة اللي فما في تونس محابيت وكوربوراتيزم من الطب كيما في الكور دو ميتي الكل بطريقة تجعل الولوج إلى الملف الطبي في صورة حصول شبهة خطأ نوع من الباركور دو كومباتون، لكن الآليات القانونية موجودة والضغط اللي لازم يتوجد جستما هو مش نوع من اللانشاج اللي نشوفه فيه الأيامات هذية، بل هو ضغط ذكي لتفعيل الآليات وللقضاء على أثر الكوربوراتيزم. ومسألة المسؤولية الجزائية للأطباء اللي هما في الأصل عندهم التزام ببذل عناية مش الالتزام بنتيجة باش قديمة مطروحة للنقاش مش في تونس برك بل في بلدان العالم الكل، ونقاش فيها يتطور فقه قضاء كما فقه القضاء اللي جعل التعويض يتم مجرد وجود ضرر دون حاجة إلى إثبات الخطأ الطبي، وما يتطورش باستهداف الأطباء اللي قد يفضي إلى نتيجة عكسية وهي الاتجاه إلى المتطببين من نوع الرعواني والمدوين بالقرآن في مجتمع ما زال له مشاكل مع العقلانية. النقاش زاد يتطور بالاهتمام بمواطن الخطأ الحقيقية في المرفق الصحي ومش بالجانب الإثاري. في حادث سوسة اللي ولد الجنين فيها قال ولدي حي وحطوه في كرذونة، ليتبين فيما بعد أنه ولد ميتا وأنه خضع لعملية الإنعاش العادية متاع 20 دقيقة، وأن ما لوحد عليه بعد ذلك من علامات حياة ليس إلا نتيجة حقن الأدرينالين التي تلقاها، واللي الأثر متاعها يقعد 15 ساعة من بعد. في الحادثة هذه تقول الدكتور حبيبة ميزوني الكاتبة العامة لنقابة الأطباء اللي فما ضعف من النوع الإداري تمت ملاحظته هو الجانب المتعلق بطريقة التصريح بالوفاة للعائلة وذلك الجانب المتعلق بطريقة الاحتفاظ بالجثة، ولهنا يبرز أحد المشاكل الحقيقية اللي تم تعويمها في الطروح الإثارية متاع بيبي قعد 15 ساعة في فريجيدير وخرج يتحرك. المشكل الحقيقي واللي وزارة الصحة مسؤولة عليه مسؤولية كاملة هو غياب البروسيس الخاص بكل نوع من التدخلات الطبية، معناها كل رأس يرتب الإجراءات المحتمة في كل حالة من الاستقبال إلى الشفاء أو الوفاة، وكل كراس هذايا موحد بين جميع المؤسسات الاستشفائية، فيبدأ البيرسونال ميديكال عنده مانيول دي بروسيدور يقول له شنو يعمل إداريا في حالة كما حالة سوسة، مش كل واحد يعمل حسب فكره كما موجود توا، وبطريقة تولد هالأزمة مع الأطباء اللي نحن وهما في غنى عنها.